حرفة طلاء نقدر نقوله أو نقدر نقوله الزواج كيف ما نعرف إحنا بالعامية. هذه المهنة من سنة 2011 طبعا اتجهنا للعمل اليدوي أو صنعة اليد نقدر نقوله بمعنى أوضح أنها صنعة اليد. اتجهنا لها نظرا للظروف اللي تشوف فيها يعني المدينة بصفة عامة، نحن نتجه لآخر ما نتجه للأمور السلبية اللي تقودنا للأمور السلبية مثل زي السرقة ولا غيرها. اتخذت أنا قرار أنا والشباب طبعا أن نحن نتجه لشغلة أو صنعة اليد، وكما تشوفوا يعني طلاء لقينا روحنا متميزين ولو بجزء بسيط، عندنا هواية أو موهبة في الطلاء. الحمد لله من سنة 2011 أصبحنا نمارس هذه الخدمة حتى تمكننا يعني من الوصول إلى مستويات جيدة نقدر نقوله بصفة عامة. اتجهنا للزواج أن احنا نظرا للظروف، السيولة، نقص السيولة، أنك أنت تحتاج مصروف يومي كشاب، يعني أنك أنت تحتاج قوت يومك اليومي، يعني كم لو تمتلك مركبة بالية أو سيارة أنك أنت تعبي بنزينة وأنك أنت تدخل أو تصرف مصروفك اليومي. لكن الحمد لله أن احنا تمكننا وأصرينا على أن احنا نستمر في خدمة الزواج. الحمد لله أن تمكننا ومشت الأمور بشكل جيد جدا. يعني بعد ما تمكننا في خدمة الطلاء أو في خدمة الزواج بشكل جيد يعني اتجهنا للجبس. الجبس أقرب يعني لصيق بالطلاء نقدر نقول مرحلة اللي قبل الطلاء. اتجهنا للجبس في تركيب الجبس وفي تصميم ديكورات للجبس، وطبعا تكون الفكرة متشاركة بيني وبين الأصدقاء طبعا اللي نشتغل مع بعضنا. نصيحتي لكل شاب ليبي بصفة عامة على أرض الوطن الحبيب يعني أنه هو ما يتخذش الأمور السلبية، ما يخليش وقت الفراغ يتغلب عليه بشكل عام. نشوفه يعني في أمور سلبية تحدث في الوطن، في وطننا الغالي، يعني من سرقة وتمشيط وتخريب واغتيال ولا غيره يعني من الأمور. بالعكس لما كل شاب ليبي يختار الطريق الصحيح أو يقعمز مع عقله شوية، يفكر شوية في أموره وفي حياته ويشوف لي أسرته ويشوف لي والديه، أنه هو حيلاقي فعلا أنه متخذ الطريق السلبي. بالعكس أنا نقول أنا نشد على أيدي طبعا كل شاب ليبي يشتغل حرفة اليدين كما يقولوا مثلنا الشعب اللي زمان جدودنا وأبائنا، يقول لك صنعت اليدين ولما للجدين صح القول يعني. وإن شاء الله يا رب تكون رسالتنا وصلت لكل شاب ليبي، يعني ننصح كل شاب ليبي أنه هو يشتغل مهنة أو يحب المهنة اللي هو يشتغل فيها، حتحب المهنة هي بصفة عامة، حيبدع فيها وحيتقن فيها.